أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقلب الله الليل والنهار. Allah alternates the night and the day. إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. In that, in and of itself, there is a tremendous lesson and warning for those who truly possess insight, لِأُولِي الْأَبْصَارِ, the possessors of vision, meaning possessors of insight.